السلام عليكم الغزالات الفنات المنورات، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. وهذا فن جديد غادي يكون على حساب الاحرف اللي كتبدا بها الاسماء ديالكم. ان شاء الله يكون فالكم فال خير وفال ايجابي. وما تنساوليش كالعاده البنات لايك وتفعيل الجرس على جميع الاشعارات. واللي بغات تختار على حسب الارقام فغادي تكون رقم 1 و2 و3 و4، فكل وحده والاختيار ديالها. هذا تحت الطلبات ديالكم، كاين اللي طلبوا مني نعاود القراءه ديال الاحرف، فانتوما اختاروا. اللي بغات على تختار على حساب الحرف الاول من الاسم ديالها، واللي بغات تختار على حساب الارقام، فغادي يكون من رقم 1 كي قلت لرقم 4. وغادي نشوفوا الاحرف الاولى، هذا اللي اخترت رقم 1 غادي يكون هذا هو الفال الاول، واللي اختاروا على حساب اول حرف من الاسم غادي يكون حرف الالف والهاء والطاء والميم الفاء الشين والدال، هذا غادي يكون الفال الاول. وان شاء الله فالكم فال خير وفال ايجابي. هذا الفال ديال البنات اللي اختاروا رقم 1، او البنات اللي اختاروا الاحرف التاليه الف هاء طاء ميم فاء شين دال. هذا قلبك تخمامك ياتيك الله، قلبك تخمامك ياتيك الله، قلبك تخمامك ياتيك الله، قلبك على شباب صغير او الغايب او حد جديد دخل في حياتك، كتفكري في الفلوس وياتيك الله بمبلغ مالي كبير على المبلغ اللي انت كتفكري فيه، او غادي تجيك حاجه ماديه اللي هي قيمه وكبيره. فهنا كاين اللي داخله وهي كتفكر واش غادي يكون عندها حمل او لا، وكاين اللي دخل في حياتها شخص جديد هاد الايام الاخيره وباغا تعرف واش مزيان ولا لا، وكاين اللي كتفكر في حد غاب مده طويله وكتقول واش غادي يرجع او لا. ف في كل الحالات الامور ممتازه جدا وعندك عليها علام الفرح، يعني الامر اللي كتفكري فيه غادي تفرحي عليه. اللي كتفكر على حمل غادي يكون، واللي داخله كتفكر في الغايب واش غادي يرجع او لا، فالغايب غادي يرجع. واللي دخل في حياتها شخص جديد مؤخرا وكتقول واش غادي يكون فيه خير او لا، ففيه خير حيت عندكم عليه علام الفرح. وكاين اللي غادي تكون عندها ولاده، الاغلبيه فيكم من الناحيه العاطفيه او من ناحيه ديال الحياه الزوجيه ديالك، فكنشوف الناس هاد الايام باغيين يدخلوا لك في الحياه ديالك، فما تخليش الناس تتحكم فيك او تخلي الناس تقول لك شنو غادي ديري في الحياه ديالك، فخذي القرارات نفسك بنفسك. فسواء كنتي متزوجه او لا، كنتي مطلقه او ارمله، ما تخليش شي حد يتدخل لك في الحياه العاطفيه ديالك، او تستشري مع شي حد بخصوص الحياه العاطفيه ديالك. اللي كيمليه عليك القلب ديالك او الروح ديالك ديريها. بالنسبه اللي كتسال على العمل او كل ما يخص محكمه او اداره، فشويه غادي تكون عندك واحد 7 ايام الماجيه، غتكون عندك شويه عراقيل. وحتى اللي كتنتظر سفر خاص هذا السفر بالعمل ديالها، فالامور متوقفه، عندك شويه عكوسات على هذا الامر. هذا اللي خاص بالسفر، يمكن انت في العمل ديالك كتسافري بزاف او عندك تنقلات، او انت باغا تسافري لبلد بعيد، فالامور متوقفه لك حاليا. اما فيما يخص الاموال، فالاموال غادي تجيك. الا انت كتنتظري اي شيء خاص بالماده
عن طريق إدارة أو عن طريق عمل، غادي يوصلك هاد الشهادة عما قريب. بالنسبة للحظوظ ديالك في الأيام المقبلة، فغادي تكوني محظوظة محظوظة جدا، واستغلي الفرص. فقط كنشوف غير فيما يخص السفر، هو اللي عندك فيه عكوسات. السفر متوقف، متوقف لك السفر، أما الأيام الجاية غادي تكوني محظوظة وعندك تغييرات إلى الأحسن. بالنسبة للعتبة، كنشوف الأمور هادئة هاد الأيام، الأمور هادئة في العتبة. غادي يجيكم اتصال هاتفي من واحد المجموعة من الناس، يعني كأن مجموعة من الناس استشروا بيناتهم وغادي يرجعوا لك الخبر، فالخبر غادي يكون جد مفرح. كيبان لي هنا مجموعة من الناس كيستشروا بخصوص شي حاجة باش يردوا عليك الجواب، فالجواب اللي غادي يجيك غادي يكون إيجابي وغادي تفرحي عليه، غادي يكون عندك عليه زهر، غادي يكون عندك عليه حظوظ كثيرة. غادي نشوفو بالنسبة للأحبة، فكنشوف بالنسبة اللي عندها الأبيض، فالأبيض عنده فلوس، عنده أرزاق، كيفكر في مشاريع، كيفكر في الحياة المادية ديالو، كيفكر في أوراق. ولكن هاد الأبيض شوية هاد الأيام مغير، ما عجبوش الحال. كوني معاه شوية، عارفي كيفاش أنك تفهمي معاه. فكنشوف اللي هي بيضة، اللي هي بشرتها بيضة، فردي البال، ما تكونيش متهورة، ما تكونيش عصبية. يعني حتى الا شفتي الزوج ديالك شويه عصبي ومغير، فانتي خليه حتى يهدى. واللي كتنتظر رجوع من هذا الابيض، فالرجوع كاين وانتي شاكه في هذا الرجوع، يعني وكاين فيكم اللي ما باغياش، كاين اللي الابيض باغي يرجع لها، وكاينه هي رده بالظهر على هذا الرجوع هذا وما باغياش ترجع، وكاينه اللي باغا ترجع بشروط ديالها. فشروطي شروطي عند رجوعك لهذا الابيض هذا. انتي يا البيضاء، وغادي نكملوا على البيضاء حيت بانوا لها هنا، بان لها الابيض والحنطي كذلك، وبين لها حتى الاسمر. فالحنطي راه كيبغيك، وهو شويه عليه العين والحسد هاد الحنطي هذا، وانتي كتقولي واش هاد الحنطي مزيان او لا. فهو كيشوف لك، كاين حب، كيبغيك، ولكني باغي هاد الايام الزهو، وباغي الحرام، وباغي يستغلك، يعني باغي يستفد منك. فكتقولي واش مزيان او لا، الحب كاين، ولكني هو يعني يستغلك، يغدرك، يعني ديري ردي بالك منه، ما تعطيش كل شيء، وما ديريش الثقة الكاملة. واخا كاين الحب، هو اناني، كيبغي راسو، ممكن يدير لك شي حاجه وتقولي هذا غدر بيا وشمتني. فحتى انت خدي اعطي، ما تبقيش غير كتعطيه. فقلنا الحب كاين، ولكني هو باغي الزو، باغي الحرام، وباغي يستفد منك اكثر، وفي الاخر غادي تلقاي راسك بانه غدرك. فباش ما توصليش لهاد الشيء هذا وتقولي هاد الانسان غدرني وتبكي وتندبي حدك، كما هو كيستغلك استغليه. وانا كنهضر على الجميع، سواء كان زوج او كان حبيب. بالنسبه للاسمر، كنشوفوا هاد الايام الجايه رد عليك بالظهر، واخا هو كيشوف لك العتبه، ولكن رد عليك بالظهر، ومازال غادي يقول لك هضره وكلام. واللي كتنتظر المجيء او دخول هاد الاسمر للبيت، مثلا المتزوجه البيضاء كتنتظر الرجوع ديال هاد الاسمر للبيت ديالو، او كتقول علاش انه كيخرج من البيت او ما كيستقرش في البيت بزاف. فالايام الجايه هاد الاسمر غادي يستقر في البيت ديالو، وغادي تشوفيه بزاف كيجلس في الدار، ومازال غادي يقول لك هضره وكلام بزاف، يعني غادي يخبرك خبريات اللي هي كثيره، او غادي يعطيك معلومات اللي هي جديده. هذا الشيء اللي بان بالنسبه لك يا البيضاء. بالنسبه للحنطيه والسمراء، فالمسائل العاطفيه عندكم مزيانه، فقط ما تخليش شي واحد يتدخل لك في الامور ديالك. فسواء كنتي حنطيه او سمراء، الامور ديالك العاطفيه مزيان. الحنطية والسمراء اللي عندها الأبيض، ف
فكاين شي واحد اللي كيدير لكم سحر تفريق، وخصوصا انت يا الحنطيه والسمراء اللي مغتربات. فالحنطيه والسمراء المغتربات وعندها زوج او حبيب ابيض، فعليكم طاقات سلبيه، كاين سحر. وهذا الشخص الابيض اللي هو معاكم الارزاق ديالو زايده، وممكن تستفدوا معاه اكثر واكثر مع هذا الابيض. غادي يوقعوا بيناتكم نقاشات، سواء قلنا انت حنطيه او سمراء مع هذا الابيض، فغادي يوقعوا نقاشات وخصوصا المساء، ولكني ما يضرش، ماشي شي حاجه اللي هي تضر، نقاشات فقط ولا اختلاف في الاراء. بالنسبه للسمراء فكنشوفك هنا اللي عندها سواء الحنطي او الاسمر، فانت رد عليهم بالظهر، بحال اللي كنشوفك هاد الايام غضبانه عليهم او كتنتظري منهم شيء يعملوه او يقوموا به وهما متاخرين. بالنسبه لك يا الحنطيه كنشوفك مهتمه بزاف بالعمل، فالعمل غادي يكونوا عندك عليه تغييرات في العمل، او عندك انتقال في العمل. وتنقول لك لا، سواء للحنطيه او السمراء، بالنسبه للرجل الاسمر فهو راه كيشوف لك وكيفكر فيك، ومازال بينك وبينه طريق، ومازال بينك وبينه هضره وكلام هاد السمر هذا. اما بالنسبه للحنطي فهاد الايام رد عليك بالظهر، وانتبهي انت يا الحنطيه والسمراء من الحنطي، انتبهوا منه، لان كنشوفوا انه كيفكر في الانفصال او في الفراق. فهذا كان الفال ديالكم بصفه سريعه، اللي اختاروا الفال الاول او اللي اختاروا الاختيار على حسب الاحرف. ونشوفوا الفال الثاني، ونشوفوا البنات اللي اختاروا رقم 2 او اختاروا الاحرف على حسب الاسم ديالهم، اول حرف من الاسم ديالهم. فكاين حرف الباء والواو الياء نون صاد تاء وضاد، وهذا غادي يكون الفال الثاني. وان شاء الله فالكم فال خير يا البنات. هذا الفال للبنات اللي اختاروا رقم 2، او البنات اللي كيبدا الاسم ديالهم بحرف الباء الواو الياء نون صاد تاء وضاد. هذا قلبك تخمام كي اتيك الله، قلبك تخمام كي اتيك الله، قلبك تخمام كي اتيك الله. قلبك غادي تكوني عصبيه ومغيره ومهمومه هاد الايام هادي، والاغلبيه فيكم كيتسناو رجوع، سواء رجوع ديال شخص يمكن يكون ذكر او انثى، او كاين فيكم اللي كتنتظر رجوع ديال حاجه ماديه. وغادي تكونوا كثيرات التفكير في الايام المقبله وخصوصا المساء. الاغلبيه فيكم يعني تغدروا او تشمتوا، فهاد الغدر اللي حصل عليكم غادي يخليكم كتفكروا فيه ليل بزاف وما كتنعسوش. فكنقول لكم ما تبقاوش تفكروا في الشيء اللي مضى او شنو الحاجات اللي وقع لكم وضركم، لا، فكروا في الحلول، فكروا في النهار ديالكم، فكروا شنو غادي ديروا، ما تبقاوش تفكروا في الالم. الالم صافي داز، ما حد كتزيدي تفكري فيه وكتجبديه وكتعاوديه، ما حدو كيزيد عاد كيأثر عليك وكيكون اكثر واكثر، كتألمي اكثر واكثر. كنشوف هنا انتم شويه غادي تكونوا عصبيات، غادي تكونوا مغيرات هاد الايام الجايه، وخصوصا اللي عندها الحنطي واللي عندها الاسمر، حاملين هم كبير وخايفين. كنشوف من الناحيه العاطفيه غادي تكون عندكم الامور مزيانه،
وكذلك كنشوف داخله لكم حاجه كبيره ومهمه للعتبه، ممكن حاجه ماديه كبيره وممكن فلوس. غادي يكون عندكم تفكير كتير بالليل، يعني سهر بالليل، وغادي تكونوا مهمومات بالليل، وخصوصا خصوصا السمره فيكم. كنشوف السمره فيكم حمله هم كبير، وصافي ضاقت وملات، وصافي انها كتقول انا بغيت غير راحتي، بغيت نرتاح وبغيت نسمع لراسي. فانتي لحتي كل المسائل، لا العمل ولا العاطفه ولا البيت ديالك، يعني بغيتي ترتاحي، كأنك محتاجه العطله، كأنك محتاجه لفتره نقاهه ترتاحي فيها، لان راسك صافي وصل للحد. ففعلا اهتمي براسك يا السمراء، خدي راحه، سافري، غيري جو، انساي المشاكل باش ترجعي من جديد وتبداي الحياه ديالك احسن واحسن، وتعرفي تفكري. حتى الى عطيتي لنفسك فرصه وارتاحيتي، فالفكر ديالك غادي يتغير، وممكن تفكري احسن في الامور ديالك. فاللي كتنتظر مكالمه هاتفيه بخصوص حياه عاطفيه ديالها، مثلا اللي كتنتظر متشوقه انها تسمع مكالمه هاتفيه من الحبيب ديالها او من الزوج ديالها الغائب، فالمكالمه غادي تكون الامور العاطفيه جد جيده في الايام المقبله، وغادي يكون عندكم حاجات زوينه، سواء المتزوجه او اللي ما عندهاش زوج، اللي هي عندها حبيب، او حتى انتيا يعني اللي ما عندكش حبيب، عندك امور غادي تفرحي عليها، وعندكم حاجه كبيره غادي توصلكم، وعندكم مبلغ مالي كذلك غادي يوصلكم. بالنسبة للحظوظ، فالحظوظ عادية، يعني الأمور متوسطة، الحظوظ عندكم متوسطة، ماشي عندكم شي حظوظ اللي هي واو كبيرة. وبالنسبة للعمل، كنشوف العمل شي شوية عندكم فيه غيار، غادي تدوز واحد المدة وغادي تكونوا مغيرين، سواء على أمور في محكمة أو في إدارة أو في مؤسسة تعليمية أو مستشفى، فكنشوف عندكم غيار، يعني غادي تدوز واحد المدة غادي تقلقوا، نقول واحد 5 ايام من رؤيتكم لهذه القراءة، ومن بعد عاد غادي تغير الامور ديالكم الى الاحسن. بالنسبة اللي كيشوفوا على السفر، فالسفر متوقف، السفر ما كاينش، اللي كتدخله وكتسأل على السفر، فالسفر هاد الايام متوقف ما كاينش. نشوفوا بالنسبة قلنا للسمراء، فهي ردة بالظهر على كل شيء، ما كتفكر حتى في شي حد، رغم ان اللي عندها الاسمر راه كيفكر فيها وطيح لها في الزهر ديالها. اما الابيض فهو رد عليك حتى هو بالظهر، كما حتى انت رد عليه بالظهر. وكذلك كنشوف الحنطي حتى هو رد عليك بالظهر، هذا الحنطي هذا عنده طرف ثالث، الا كنتي كتسالي السمراء على الحنطي فعنده طرف ثالث كاين معاه. بالنسبة للبيضاء، فاللي كتنتظر زواج او كتنتظر شيء من الابيض، سواء كان نحيف او كان ابيض، فغادي يكون عندك معاه فرحة كبيرة وعلام الفرح. فانتي اللي عندك حبيب او حتى انتي اللي ما عندكش حبيب، سواء ارملة او مطلقة، فعندكم فرصة الزواج، عندكم خطوبة او زواج، عندكم علام الفرح غادي تفرحوا عليه يا البيضات. وتنقول الزواج كاين لواحد النسبة كبيرة من البنات اللي هما بيضات وعندهم هاد الحبيب عريض الكتفين، غادي يكون زواج. وانت اللي ما عندكش حبيب راه عندك فرصة ديال الزواج، شي حد غادي يتقدم لك. وتنقول للبيضة اللي عندها زوج ابيض نحيف، فغادي يكون عندك حمل، فالحمل مازال غادي يكون عندك. وانتوما يا البيضات اللي داخله وكتسال واش مازال غادي نولد، فراه مازال غادي تولدي، مازال غادي يكون عندك اطفال. بالنسبه للحنطيه، فالحنطيه عندك مبالغ ماليه كثيره جدا، ولكن ما كتعرفيش تصرفي فيها، غادي تبدري هاد الاموال وغادي يمشيو، ما غاديش تعرفي في كيفاش انهم مشاو. رصي الامور ديالك وعرفي المبالغ الماليه ديالك فين كتحطيها، ما تبقيش غير كتلوحي فلوسك هكاك وما كتعرفيش تصرفي المال ديالك، ما كتعرفيش تصرفي فيه. بالنسبه للاسمر يا الحنطيه، فالاسمر كيموت عليك وكيبغيك، والشكوك ديالك غير يعني ماشي في محلها،
هذاك الشك اللي كتشكي فيه غير حيديه، لان هذا الاسمر كيبان لي هاد الايام رائع، وبينك وبينه حظوظ كثيره، وكيبغيك وكيموت عليك، ومازال غادي تزهري معاه، ومازال غادي يكون عندك انت وياه سفر لمسافه قريبه، او غادي يكونوا عندك معاه هاد الايام مشاوير كثيره. الحنطية اللي كتنتظر رجوع غادي يكون عندك رجوع، سواء من الأسمر أو من الأبيض. فأنت الحنطية سواء كان كتنتظري رجوع ديال الحبيب أو ديال الطليق ديالك اللي هو أسمر أو أبيض، فهو كيفكر تيفكر في الرجوع، عنده الفكرة ديال أنه يرجع لك. وانت يا الحنطية اللي عندك الأبيض، راه دايرين بيناتكم سحر تفريق، دايرين بيناتكم سحر تفريق، وخصوصا السحر معمول يا الحنطية على الرجل الأبيض اللي هو أجنبي أو في البلاد البعيدة. فأنت يا الحنطية اللي عندك رجل أبيض أجنبي أو في البلاد البعيدة، أنت اللي معرضة للسحر أكثر. بالنسبة للحنطي يا الحنطية، فالحنطي كيشوف لك، كيبغيك بقلبه، واخا رد عليك بالظهر، واخا رد عليك بالظهر وما يهضرش معاك هاد الايام، ولكن راه كيف قلبه دائما كيفكر فيك. ومازال غادي تكون عندك معاه مناسبة سارة، وهاد الحنطي هذا مديور ليه حتى هو سحر. هاد الحنطي كاين شي حد اللي كيدير ليه السحر، شي وحدة باغاه لنفسها وكتسحر ليه وكدير ليه الجلب باش يرجع لها. فهذا كان الفال ديالكم، يا اللي اختارتو رقم 2، واللي كانوا الاحرف ديالكم الباء والواو والياء والنون والصاد والتاء والضاد. هذا كان فالكم، ونشوفوا الفال الثالث. وهذا غادي يكون الفال اللي اختاروا رقم 3 او الفال الثالث، ولا البنات اللي اختاروا الفال على حسب الاحرف ديالهم، اول حرف من الاسم ديالكم الجيم، الزاي، الكاف، السين، القاف، الثاء والضاد. هادو الاحرف، نشوفوا الفال ديالهم. ان شاء الله فالكم فال خير يا البنات اللي اختاريتو الفال الثالث او رقم 3. وهذا الفال ديال البنات اللي يبدا الاسم ديالهم بحرف الجيم، زاي، كاف، سين، قاف، ثاء وضاد. هذا قلبك تخمامك ياتيك الله، قلبك تخمامك ياتيك الله، قلبك تخمامك ياتيك الله، قلبك على طبلة المخزن، يعني فيكم اللي هز هم واللي حامل يعني واحد الهم كبير بخصوص يا إما محكمة، يا إما عمل، يا إما إدارة، يا إما بخصوص الدراسة ديالو أو شركة، فخايفة وحاملة هم كبير لهذا الشيء. هذا كتفكري في الفلوس، في المال، وعندكم سفر. انتوما البنات اللي فيكم كتفكر في السفر وكتقول واش مازال غادي نسافر، واش غادي تسهل لي هذا السفر، راه مازال غادي تسافري. كما قلنا انتيا حامله هم لهذاك المسائل اللي قلنا، اداريه او محكمه او عمل او دراسه، فما تخافيش، عندك نجاح، عندك حاجات ايجابيه. كنشوفكم كتفكروا في حياتكم العاطفيه بزاف، خصوصا بالليل، وكاين اللي حياتها العاطفيه الاغلبيه فيكم عندها احسن في البلاد الغربه على بلادها. فانتوما الحياة الزوجية أو العاطفية تكون عندكم أحسن إلا كنتو برا ديال البلد ديالكم.
وكنشوف هنا بالنسبة للحظوظ ديالكم، فانتم هاد الايام معيونين متبوعين، عليكم العين والحسد لا عليكم ولا على الحظ ديالكم ولا على العتبة، ضربكم العين بواحد الطريقة قوية جدا، فانتبهوا لنفسكم من العين، لقيو نفسكم ملي تخرجوا من البيت. الارزاق ديالكم ما تقولوها حد، الاسرار ديالكم ما تقولوها لحد، لان العين هاد الايام قوية عليكم، قلنا سواء بالنسبة للحظ او العتبة او حتى صحتكم او العمل، فالعين قوية عليكم في هاد الايام الجاية. بالنسبة للعتبة كيبان لي عندكم مبلغ مشترك مع العائلة ديالكم دخل لكم للعتبة، وكنشوف هنا مرض او غيار بالنسبة للمرأة كبيرة في السن، فكاين هنا مرأة كبيرة في السن معكم في العتبة، اما غيكون عندها مرض او لا قدر الله شيء اللي هو خطير بالنسبة لهاد السيدة هذه اللي هي كبيرة في السن، وغادي تقول لكم خبر مهم. وكاين فيكم يا البنات اللي هاد السيدة هذه قبل ما تموت غادي تطلب منكم يعني تسمحوا لها، غادي تطلب منكم السماح، وكأن هاد المرأة الكبيرة في السن ضيعت لكم حياتكم. انا كما كنقولش للجميع، انا كنقول للبعض اللي كتنطبق عليهم، اللي نتوما عندكم هاد الحاله، غادي تكون عندكم في هاد الايام في البيت ديالكم مراه غادي تمرض مرض خطير او هي على فراش الموت، وغادي تطلب منكم السماح. هادي السبب في دمار الحياه ديالكم، وكانت السبب في السحر ديالكم. انا هاد الشيء اللي كيبان لي في الكارطه، فهي كانت سبب في ضياع الحياه ديالكم وتدميرها بالسحر، وستطلب السماح. بالنسبة قلنا الحياة العاطفية، غادي يكون عندكم تفكير كثير بالليل، كتفكروا في حياتكم العاطفية بزاف. تنقول البنات اللي عندهم رجل أبيض، رجل أبيض سواء أجنبي أو هو في البلاد البعيدة، الزواج ديالكم قريب، عندكم علام الفرح مع هذا السيد، وانتي اللي مزوجة بهذا السيد الأبيض غادي تفرحي معاه، عندكم فرحه. الله اعلم واش غادي تفرحوا، غادي تشريو شي حاجه، او هل الحياه الزوجيه ديالكم غادي تتحسن، او الابناء ديالكم غادي تفرحوا على الابناء ديالكم. فانت المتزوجه غادي تفرحي مع الزوج ديالك، وانت العازبه او المطلقه او الارمله اللي عندك حبيب ابيض والحبيب يكون اجنبي او هو في البلاد البعيده، فزواج كاين، فرحه كاينه بينكم وبينكم، نجاح كاين بينكم. حتى إذا كنتي دايره مشروع مع رجل ابيض، او عندك عمل خاص مع رجل ابيض هو اجنبي او في البلاد البعيده، فكنقول لك غادي تكوني ناجحه معاه. او مثلا جا شي واحد ابيض عرض عليك السفر او بغى يقدم لك مساعده، فمزيان، كنقول لكم الرجل الابيض في هذه الايام هذه رائع جدا. غادي نشوفوا بالنسبه للبيضاء، فكنشوف البيضاء عندك تغييرات الى الاحسن مع الاسمر، عندكم حاجات زوينه مع الاسمر، عندك مبلغ مالي غادي تحصلي عليه من عند هذا الاسمر، او هديه، او غادي يكون مساعده من عند هذا الاسمر. هذا غادي تكون عندك مع هذا الاسمر لقاءات كثيره. الابيض كيشوف لك وانت طايحه في حجره، ولكني غادي يكون مشغول بالعمل ديالو. انت يا البيضاء اللي عندك رجل ابيض ونحيف، فراه باغي الابناء، باغي اولاد، باغيك انك تولدي، كنشوفك انت بحال ما باغياش هذا الامر، ولا ما مهتماش ليه، ولا كتقولي له ماشي دابا بلاتي. فهو هذا الابيض هذا النحيف، وممكن يكون حتى كيلبس لباس خاص في العمل ديالو، فهو باغي الابناء، كيبغيك، واخا مثلا يكون رد عليك بالظهر، فهو دائما كاين الحب بينك وبينه، وكاين بينك وبينه حاجات مزيانه وحاجات رائعه. بعض المرات كيرد عليك بالظهر وما كيبغيش يهضر معاك، فما تقوليش انه ما كيبغيكش، راه كيبغيك، ولكني بعض المرات هو هكاك طبيعته، ما كيبقاش يبين لك الحب، او انه يقول لك كلمات ديال الغزل، وهذا الشيء هذا كيخليك انت تقولي هذا الشخص هذا راه ما كيبينليش الحب ديالو، اذا ما كيبغينيش. لا، كيبغيك، واخا بعض المرات كيكون ملهي عليك، فهو راه كيبغيك وباغي الابناء او الاولاد معاك. واذا كنتي مزوجه بهذا الشخص هذا فهو ممتاز ومزيان، وكيبغي الاطفال ديالو، وعندكم حاجات ايجابيه في الايام المقبله. وبالنسبه للبيضه اللي كتسال على الحنطي، فالحنطي ردي بالك منه شويه،
فهو كيبان لي اناني، كيبغي راسو. يعني خدي وعطي معاه، خدي وعطي معاه. كيبغي دارو الا كنتي مزوجه، كيبغي دارو. الا كنتي هذا الحبيب ديالك، فهو كيشوف لك العتبه، ولكن ماشي شي حب، شي حب اللي هو كبير كبير. هذا الحين في هذه الايام مهتم، هذه الايام باوراق، مهتم كذلك بعلاقات، عنده علاقات كثيرة. هذا الحنطي كاين معاه تواصل، كاين معاه استمرارية، ولكني كنشوفه ماشي شي حب اللي هو كبير هاد الأيام. يعني كيبغيك عادي وطيح في ظهرك، وكنشوفه كيشوف الأوراق بحال عنده أوراق غادي يصيبها، وممكن الأوراق كتهمك حتى انتي، فهاد الأوراق هادي غادي يكون عليها نجاح. وإذا كتنتظري مكالمة هاتفية من عند الحنطي، فالمكالمة الهاتفية راها كاينة. وكذلك كنشوف هاد اللي كتنتظر الرجوع من الحنطي، فالرجوع راه غادي يكون. يعني هاد الحنطي في آخر الأمر، سواء قصر أو طول، فالرجوع ديالو راه كاين، رجوع الحنطي ليك راه كاين. بالنسبة كنشوف هنا، أنا كنهضر هنا بصفة عامة حتى على الحنطي، هنا هضرت على البيضة مع الحنطي، فالحنطي كينطبق معكم كاملين. الشيء اللي قلته على الحنطي كينطبق حتى على الحنطية، وكينطبق حتى على السمرة. إذا الحنطي، الأشياء اللي قلتها عليه كتنطبق على الحنطية، على السمرة، وعلى البيضة، ولكن الأشياء اللي قلتها على البيض الناحف والأسمر كتنطبق فقط على البيضة والأسمر. راني قلت مع السمرة ان هاد الاسمر راه كيبغيك، كيموت عليك، و شويه ممكن يكون بينك وبينه سحر او طاقه سلبيه. يعني كاين اللي كيدير بيناتكم سحر التفريق، او كاين اللي كيبغي يتدخل في الامور ديالكم، وكتكون بيناتكم نقاشات هاد الايام كثيره. فعرفي بان اذا كان بيناتكم خصومه انت وهاد الاسمر هاد الايام الجايه، فكله جاي من العين والحسد والسحر. اما هو راه كيبغيك، فكنقول سواء كان حبيب او كان زوج. والشيء اللي قلتو على الحنطي فهو كينطبق عليك السمره، وكينطبق على الحنطيه، وانت يا الحنطيه نفس الشيء بحالك بحال السمره بخصوص الاسمر. فهو كيبغيك، ولكن كاين سحر تفريق بيناتكم، كاين سحر تفريق بينكم يا الحنطيه مع الاسمر، اقوى من السحر اللي كاين ما بين السمره والاسمر. فسواء كانت سمراء واسمر فكاين سحر، واقوى عند الحنطيه مع الاسمر. عفوا. فهذا الشيء اللي قال الفال ديالكم، وان شاء الله نعود نشوف لكم الفال المره الجايه بطريقه اخرى. هذا ما كان بالنسبه اللي اختاروا رقم 3 وعلى حسب هاد الاحرف هادو، وغادي نشوفوا اللي اختاروا رقم 4. فهادو انتوما يا البنات اللي اختاريتو الفال رقم 4، والبنات اللي اختاروا على حسب اول حرف من اسمهم، ذال، حاء، لام، عين، راء، خاء، وغين. ان شاء الله فالكم فال خير وفال ايجابي. وهذا الفال ديال البنات اللي اختاروا رقم 4، وهذا الفال ديال البنات اللي اختاروا على حسب اول حرف من الاسم ديالهم. عفوا. هذا قلبك تخمام كي اتيك الله، قلبك تخمام كي اتيك الله، قلبك تخمام كي اتيك الله. قلبك على حاجه كبيره، حاجه قيمه، او مبلغ مالي كبير كتفكري فيه، وشوي التفكير ديالك هاد الايام غادي يكون سلبي من الناحيه العاطفيه، فكتشوفي كل الامور سلبيه، سواء على حياتك الزوجيه او على حياتك العاطفيه كتشوفي الامور بشكل سلبي. وهنا ياتيك الله بعلام الفرح، واخا كتفكري سلبي سبحان الله جاك علام الفرح. فهنا كل وحده غادي تفرح على حساب النيه اللي داخله عليها. فشوفي انت نيتك مني دخلتي شنو نويتي، شنو نويتي داخله، تعرفي هذيك الحاجه اللي كتحلمي بها ولا باغية تحققيها، ودخلتي وكتقولي بغيت عليها جواب، غادي تحقق لك.
كنشوفكم غادي تكون عندكم مكالمات هاتفية كثيرة جدا هاد الأيام هادي، خصوصا بالليل، مكالمات عاطفية، وغادي تفرحوا بهاد المكالمات هذا، غتكونوا سعيدات جدا بهاد المكالمات. غادي تظهروا كذلك على سفر، كاين اللي غادي تظهر على سفر، اللي هي حاطه في بالها السفر، فانت غادي تظهري على هاد السفر، وغادي يكون عندك سفر. وكذلك اللي هي مغتربه وعندها اوراق مثلا كتصلحهم في بلاد الغربه، وكتقول واش غادي ننجح فيهم، واش غادي نحصل عليهم، غادي تحصلي عليهم وغادي تفرحي. 4 ايام من رؤيتك للقراءه، الله اعلم، انا هادشي اللي بان لي. فبعد 4 ايام غادي او 4 ساعات من رؤيتك للقراءه غادي تفرحي على اوراق انتيا يا المغتربه، كنقول المغتربه اللي كتجري بخصوص اوراق، غادي تحصلي على هاد الاوراق وغادي تكون ايجابيه ليك. والبنات الاخرين اللي نتوما كتفكروا في السفر، فراه غادي يكون عندكم سفر وغادي تظهروا عليه. بالنسبه للعتبه كنشوف عليكم العين والحسد في العتبه، وغادي تكونوا عصبيات في العتبه، عندكم شويه د العصبيه سواء انتما او الناس اللي عايشين معكم في العتبه. كنشوف كذلك بالنسبه اللي كتسال على العمل، فالعمل هنا كيبان لي خاص بالنسبه للسمره، غادي يكون ممتاز، والحنطيه، السمره والحنطيه، اي شيء خاص باداره عمل، مؤسسه تعليميه، شركه، محكمه، الامور جيده جدا للسمراء والحنطيه، الامور رائعه. الخبر اللي غادي تسمعوه غادي يكون جيد وايجابي سواء كنت حنطيه او سمراء. بالنسبه للبيضه، فما يهمك في ما يخص العمل او الاداره، فانت كنشوف فقط عندك اموال جيتك، يعني عن طريق اداره او عن طريق مؤسسه، الفلوس جايك، مبلغ مالي جايك، هذاك المبلغ المالي اللي قلبك عليه وخايفه وكتقولي واش غادي يوصلني ولا ما يوصلنيش، البيضه وشاكه، فالمبلغ المالي هذاك او هذيك الحاجه الكبيره اللي كتنتظريها راه غادي توصلك. بالنسبه للبيضه، فكنشوفك مغيره، كنشوفك مغيره بزاف، ومغيره خصوصا كانك باغا تشري بيت او باغا تغيري العتبه، فهنا كيبان لي انك شويه مقلقه بخصوص السكن، بخصوص البيت، وكتفكري في هذا البيت بشكل كبير. وتنقول البيضه اللي عندها الابيض نحيف، فاذا كتسالي واش كيبغيك او لا، فهاد الابيض النحيف راه كيبغيك وكاين حب، واخا كاين شويه نقاشات بينك وبينه وكتشكي، كتقولي يمكن غادي نتفارقوا، لا ما كاينش فراق سواء كان زوج او حبيب. وانتيا يا البيضاء اللي عندك الابيض النحيف، كتقولي واش هو نيته صافيه وغادي يتزوج، نيته صافيه وباغي الزواج ومازال حتى غادي تزوجي به هذا الابيض هذا. كنشوف كذلك البيضاء اللي كتسال على الاسمر، فكنشوف الاسمر رد عليك بالظهر، او ما كاينش هضره وكلام بيناتكم، وكاين اللي عندها سحر مع هذا الاسمر هذا، واللي كتنتظر الرجوع من هذا الاسمر راه غادي يكون رجوع، ولكني بعد عناء، وخصك تتعبي على هذا الشيء باش ان هذا الاسمر يرجع لك، لان كاين سحر، وهذا السحر غادي يخرج الا انت خدمتي على راسك وهذا الاسمر يرجع لك. وكنشوف بالنسبه يا البيضاء الحنطي، فالحنطي شويه عندك معاه شويه نقاشات، شويه غيار، هاد الحنطي هذا كيبغي الرومانسيه، كيبغي الزهو، كيبغي يعني التسليه وهادي، وكتقولي واش كيبغيني ولا لا، فهو كيبغيك، واخا انه شويه كيدير الحرام، او يمكن العمل ديالو فيه حرام، او الاموال ديالو حرام، او هو كيدير معاك الحرام، ولكن كيبقى انه كيبغيك. وبينك وبينه حاجه غادي تفرحي عليها، يمكن بخصوص السفر، يمكن تسافري انت وياه، او عندكم حاجه غادي تقضيوها انت وياه وغادي تفرحي عليها. وكذلك كنقول للجميع اللي كينتظروا الحنطي من البلاد البعيده يرجع، فكاين الرجوع ديال هذا الحنطي من البلاد البعيده، يعني رجع وجاي. اما الابيض اللي
هو عريض الكتف، فحتى هو كذلك راجع، اللي هو في البلاد البعيدة المجيء ديالو راجع. بالنسبة للجميع، بالنسبة للجميع الحنطي والأبيض اللي في البلاد البعيدة وكتسناه يجي، فراه المجيء ديالو كاين. نشوفوا بالنسبة للسمرة، فالسمرة كنشوف عندك عكوسات كثيرة بخصوص العتبة، وبخصوص حتى الحياة العاطفية اللي عندك مهم هو الحياة العملية، كل ما يخص العمل، الإدارة، المؤسسة التعليمية، شركة، هذه الأمور عندك ممتازة جدا. عندك عراقيل في العاطفة هذه الأيام المقبلة، عندك عراقيل في العاطفة، فسواء كان أسمر عندك معاه عراقيل، عندك معاه مشكل، كاين سحر. إذا كنتي كتسألي على الحنطي، فعنده سفر، هذا الحنطي عنده سفر، كيشوف لك وكيبغيك، ولكني كاين بيناتكم شويه العين والحسد. الاستمرارية مع الحنطي كاينة، ولكني راه كاين السحر وكاين العين والحسد، وهذا الحنطي هذا عنده سفر. بالنسبة لك هضرنا على الحنطي والأسمر. بالنسبة اللي كتسأل على الأبيض، فالأبيض يا السمراء بعيد عليك بزاف، بعيد، عنده مشاكل. كتبالي لي يا السمراء هاد الأيام عندك سحر قوي، سواء كان أبيض كان أسمر كان حنطي، واخا كيشوفولك، واخا كيشوفولك الحبيب أو الزوج، ولكني عندكم عين حسد عراقيل وسحر. فقط ممتازة من الناحية العملية ومن الناحية المادية. بالنسبة للحنطية، فالحنطية كنشوفها حتى هي ردة بالظهر على الكل، ما بقاتش قادة تستحمل، كأنها محتاجة للراحة، كأنها محتاجة تعاود الدرس طريقة الحياة ديالها. فهذا ماشي عيب أنك تاخدي واحد الفترة ديال الراحة وترجعي الأمور ديالك، لأن كنشوفك حتى انت الحنطية مهتمة، أو عندك أمور جيدة ما يخص المال والأعمال والأرزاق والأموال، ولكني من الناحية العاطفية كنشوفك ردة بالظهر، رغم أني كنشوف عندكم حظوظ كثيرة في العاطفة. يعني ممكن واخا عندكم هاد المشاكل كلها، ممكن إلا عرفتوا تخدموا راسكم غادي تخرجوا راسكم من هاد المأزق اللي نتوما فيه. فهذا كان الفال ديالكم، كنظن انني هضرت على كل شيء. ف اللي عندها حظوظ كبيره بخصوص الاوراق هي اللي في البلاد البعيده، يعني المغتربه، عندك زهر وعندك حظوظ كثيره كثيره جدا بخصوص الاوراق وبخصوص الحياه العاطفيه ديالك. انت المغتربه غتكوني احسن عاطفيا من الاخريات، كما كانت البشره ديالك اللي هي مغتربه، الحياة العاطفية تكون زهرة وأحسن على الأخريات. وقلنا اللي داخلة فقط على نية أنها تشوف واش الأمر ديالها محقق أو الهدف ديالها محقق، فعندك تحقق لهذاك الهدف. اللي داخلة بديك النية أنها كتقول غادي نشوف واش غادي يكون عندي حمل، واش غادي يكون زواج، ولكن الأغلبية اللي داخلين على نية الزواج غادي يكون هذا الأمر. اللي داخلة تشوف واش غادي يكون عندها زواج بهاد النية هادي غادي يكون، خصوصا قلنا اللي هو ابيض نحيف او الحنطي، فممكن يكون عندك معاه زواج. ولو كنشوف ان هاد الحنطي هذا شوية يا اما كيدير عمل فيه حرام، او هو رومانسي بزاف. فهذا ما قال الفال ديالكم. وكنشوف هنا اللي مزوجه بالاسمر راه باغي الولاد، اللي مزوجه بالاسمر باغي الابناء. فهذا ما قال الفال ديالكم، وان شاء الله نتلاقاو في فال اخر، ونخليكم على خير، تهلاو في راسكم، وباي باي.